ويكي بودكاست، سلسلة بودكاست حول ويكيبيديا ومجتمع ويكيميديا. أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم معنا في بودكاستكم الشهري ويكي بودكاست، البودكاست الذي يلقي نظرة عامة على عالم ويكيبيديا الموسوعة الأكبر في تاريخ البشرية. في كل حلقة سنتعرف وإياكم على موضوع جديد، برنامج جديد، أعضاء جدد. الحلقات ستكون بلغات ولهجات متعددة كاللغة العربية واللغة الأمازيغية والدارجة المغربية. أنا لبنى إيت أمس، عضوة بمجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. في حلقة اليوم سنتعرف على تجربة حسام به ووصوله لعشرة آلاف تعديل من خلال الحوار معه للحصول على معلومات تمكننا من فهم أفضل لتجربته، خصوصا أنه يعدل باستعمال الهاتف. أتمنى أن تستمتعوا معي ورفقة ضيف. قبل البدء أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، دعوني أرحب أولاً بضيفي سيد حسام به. سيد حسام، أهلاً بك. مرحباً بك أستاذ لبنى وبالمستمعات والمستمعين الكرام الأوفياء لبرنامج ويكي بودكاست. أشكركم على الدعوة وأتمنى أن تكون حلقة مفيدة وممتعة إن شاء الله، وتكون ناجحة على غرار حلقاتكم السابقة. أهلا بك سيد حسام، ونحن سعداء جدا بقبولك الدعوة، وسعداء جدا بالإنجاز الذي حصلت عليه مؤخرا. أولا سيد حسام، هل يمكنك أن تعرفنا أكثر عنه؟ طبعا حسام به 22 سنة، من مواليد مدينة إفران، طالب في السنة الأخيرة من شعبة التقنية، متخصص في تسيير المقاولات بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بإفران، وعضو بمجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب منذ سنة 2022، وكذلك حامل لصفة محرر على موسوعة ويكيبيديا العربية، ومساهم في مختلف مشاريع ويكيميديا الأخرى مثل ويكي بيانات، ويكي كومنز، وبعض النسخ الأخرى من ويكيبيديا مثل النسخة الفرنسية والإنجليزية، وكل ذلك تحت اسم حسام أطلس. جميل جدا سيد حسام، إنجازاتك كبيرة جدا رغم صغر سنك. هل يمكنك أن تحكي لنا عن كيف بدأت تجربتك مع التحرير في ويكيبيديا العربية؟ في البداية يعني كانت علاقتي بويكيبيديا العربية مثل علاقة أي مستخدم آخر للإنترنت. خلال سنوات الدراسة الإعدادية والثانوية طبعا كانت ويكيبيديا مصدري الأول لإجراء البحوث المتعلقة بالدروس، شأني شأن يعني أغلب التلاميذ، كانت ويكيبيديا ملجأ لهم يعني لاستخراج بحوثهم أو إجراء بحوثهم. مع مرور الوقت يعني وتعمق حبي للمعرفة، وبالطبع كانت يعني ويكيبيديا توفر لي المعلومات بشكل سلس وموثوق، ويعني كلما زاد شغفي بالمعرفة وقراءة الكتب والمقالات يعني بدأت تراودني الفكرة لكي يعني أصبح مساهما يعني أنا كذلك بطرح أفكاري وتعبيراتي حول هذا الموضوع أو ذاك. ونظرا يعني لان ويكيبيديا العربيه كانت يعني لسنوات مصدرا للمعرفه بالنسبه لي، فقد توجهت اليها من جديد، لكن هذه المره يعني ليس لاستقاء المعلومات فقط بل للمساهمه في اثرائها. وهنا يعني تبدا رحلتي في التحرير، في تحرير المقالات على ويكيبيديا العربيه. وكما هو يعني الحال في اي تجربه، بطبيعه الحال لابد ان تواجهك بعض الصعوبات في البدايه. ارتكبت يعني الكثير من الاخطاء، بل يعني وتم حظر أكثر من حساب كنت أنشأته في البدايات، لكن مع الوقت يعني وبعد أن أصبحت يعني ملما بالسياسات والقواعد التي تنظم يعني التحرير على ويكيبيديا، أصبحت تجربة التحرير أسهل وأكثر إمتاعا، ووصلت على هذا النهج وصولا إلى يعني إنجاز 10,000 تعديل. وأنت تتحدث سيد حسام، أثار انتباهي قولك أنه قد تم حظر مجموعة من الحسابات أثناء تعديلاتك في بداياتك، وصراحة هذا الإصرار
على العمل، وهذه المداومة والاستمرارية هي التي حقا تصنع النجاح، لأنه كثيرا من الأحيان ما تأتينا بعض التساؤلات أو بعض الرسائل التي يقول فيها أصحابها أن هنالك نوع من الإحباط، أن هنالك نوع من الإحباط أثناء عندما يتم حذف مقالة أو حذف حساب، فهذا خير دليل على أن الثقة في قدراتك وأيضا الاستمرارية في العمل والإيمان به هو سبيل للنجاح. صراحة أحييك جدا سيد حسام على استمرارك وعلى عزيمتك في القيام بالتحرير. هنا سيد حسام، أود أن أسألك عن المواضيع أو المجالات التي تفضل الكتابة عنها في ويكيبيديا. بالنسبة لي للكتابة، أنا طبعا أجد نفسي شغوفا بالكتابة والتحرير على حول يعني مجموعة من متنوعة من المواضيع، ولكن يعني مع التركيز أحاول التركيز على يعني بعض المواضيع التي تستهويني، خاصة مثلا الفن يعني بمختلف أشكاله وتفرعاته، سواء كان ذلك مثلا الرسم، الموسيقى، السينما بالخصوص أحب السينما، أو المسرح كذلك. هذه المجالات يعني تتيح للشخص استكشاف الإبداع الإنساني، ويعني ويكيبيديا هو مكان أعتبره مكان لتوثيق التعبيرات الثقافية التي تشكل جزءا أساسيا من هويتنا البشرية، كما يعني أن السياسة مثلا والتاريخ أيضا يمثلان ركيزتين أساسيتين في كتاباتي، إذ أعتبر فهم الأحداث التاريخية والسياقات السياسية أمرا ضروريا لفهم العالم المعاصر بشكل أعمق. أسعى إلى تقديم معلومات دقيقة وموثوقة مدعومة طبعا بمصادر تساعد المستخدمين على تكوين رؤية شاملة حول تلك المواضيع. الأدب أيضا يمكن أن أضيفه أيضا من بين اهتماماتي أثناء التحرير، حيث أرى أن فيه يعني نافذة يمكن أن نسميها نافذة تطل على تجارب إنسانية متعددة، وهو مجال يعني يوفر لي فرصة للغوص في التحليل والنقد الأدبي، وهو مجال يستهويني كثيرا. أحب الدراسات النقدية، الدراسات الأدبية، بالإضافة يعني إلى توثيق الإبداعات الأدبية العربية والعالمية، ونحن يعني كوطن عربي لدينا مبدعين كثر في المجال الأدبي يستحقون أن يعني أن نؤرخ لهم أو نوثق لهم في موسوعة عالمية كويكيبيديا. أما طبعا بالنسبة لي للموضوعات المتعلقة بالمغرب، يعني فالمغرب هو يحتل مكانة خاصة في قلبي وفي كتاباتي، فأنا أعتز بانتمائي لهذا الوطن الحبيب، وأسعى للمساهمة في إثراء محتوى ويكيبيديا حول تاريخ وثقافة وتراث المغرب، لأشارك الآخرين يعني جمال وثراء هذا البلد الذي طبعا نفخر بالانتماء إليه. جميل جدا صراحة، تكتب في مجالات متعددة، ويمكن القول أنك تحاول أن تكون شاملا في كتاباتك في المواضيع التي تختارها. هنا أود أن أسألك، ما هي أول مقالة قمت بتحريرها؟ صراحة يعني إن لم تخونني الذاكرة، أول مقالة كنت قد حررتها أظنها يعني مقالة تتعلق بالمجال الفني، ولا أتذكر الموضوع بالضبط، لكن أظنها في المجال الفني، وكان ذلك يعني من بين كنت قد قمت بالتحرير في من خلال أحد تلك يعني الحسابات التي كنت قد تكلمت عليها في البداية التي تم حظرها، وتلك المقالة كانت يعني كانت قد ارتكبت فيها الكثير من الأخطاء، و تم بعد ذلك حظر الحساب، لكن كما ذكرتي كان الإصرار، لابد من الإصرار والاستمرارية. نعم سيد حسام، فأهم ما يمكن أن يتحلى به الإنسان هو الصبر والعزيمة في الاستمرارية أيضا. هنا أود أن أسألك عن
شعورك عند الوصول إلى 10,000 تعديل، كيف كان شعورك أثناء معرفتك بالخبر؟ عند الوصول إلى ال10,000 تعديل، يعني أول شعور نعم سيد حسام، فكما قلت كل نص أو تعديل بسيط هو لبنة أساسية في نشر المعرفة، هو مساهمة جد مهمة في نشر المعرفة لباقي الناس. هنا سيد حسام كما قلت أنه عمرك لا يتجاوز 22 سنة، أنت لا زلت في ريعان شبابك، أليس كذلك؟ أكيد أنه سيكون لديك مجموعة من الالتزامات، مجموعة من الأشياء التي يجب القيام بها. هنا كيف توازن بين وقتك على ويكيبيديا والتزاماتك الأخرى في الحياة؟ فكما نعلم أنه ويكيبيديا تأخذ حيز مهم من حياة المحرر، لأنه يجب عليه أن يبحث، أن يقرأ، أن يجمع المعلومات، ثم أن يجلس ليركبها في مقالة واحدة. فكيف توازن بين ويكيبيديا والتزاماتك الأخرى؟ طبعا أستاذة لبنى، كما ذكرتي، فالالتزامات الأخرى التي يعني تفرض نفسها في هذا العمر الذي أنا فيه، يعني التزامات الدراسة خاصة تفرض نفسها كما قلت على الجدول الزمني لليوم الخاص بي، لكن طبعا لابد كما قلت من يعني من صغر سني وأن لدي حب للمعرفة، لدي حب للكتابة، لدي حب للتحرير. فويكيبيديا أصبحت يعني كذلك أعتبرها جزء من التزاماتي، بدأت أفرض على نفسي أن ويكيبيديا يجب أن تكون جزء من يومي، لا يمكن أن يمر اليوم دون أن أقوم ولو بتعديلات بسيطة على ويكيبيديا. بدأت يعني بتنظيم جدول زمني لليوم، وأخصص دائما وقت لابد أن أخصصه للكتابات، يعني بعدما أتفرغ من الالتزامات المستعجلة لابد أن أخصص يعني وقتا ولو نصف ساعة أو ساعة للتحرير على ويكيبيديا، لأنه يعني كما قلت أصبح أمر ضروري في يومي. نعم سيد حسام، فالتنظيم المحكم للوقت يساعد كثيرا في القيام بكل ما يجب الالتزام به أثناء اليوم. هنا أود أن أسألك، وصل إلى علمي أنه أنت تقوم بتعديلات عبر هاتفك النقال، كيف تقوم بهذه التعديلات وما هي الامتيازات التي توجد في العمل بواسطة الهاتف؟ وأيضا هل هنالك تحديات؟ بالفعل أنا أفضل التحرير يعني عبر الهاتف، يعني عند التعديل على الهاتف أعتمد بالدرجة الأولى على المتصفح، مما يعني يمنحني مرونة كبيرة في التحرير من أي مكان وفي أي وقت، من يعني لأن يعني تحرير في الهاتف من أي من بين يعني الامتيازات الرئيسية التي أجدها في التعديل عبر الهاتف هو مثلا سهولة الوصول والتنقل بين المقالات. يعني كمثال قد أقدمه، عندما أقوم بتحرير مقالة عن موضوع ما، فيسهل علي في المتصفح أن أفتح يعني نافذتين أو بوابتين لكي أقوم بنقل المصادر التي أحتاجها إلى مقالتي، إضافة طبعا إلى القدرة على استغلال الوقت بشكل فعال أثناء التنقل أو في مثلا أوقات الانتظار، أو في يعني لو كنت يعني خارج المنزل. يعني مثلا الهاتف هو يعني جهاز يمكنك حمله في أي وقت، فيعني تستغل ذلك الوقت الذي تكون تنتظر فيه مثلا شيئا ما، يعني قضاء غرض ما او اثناء مثلا التنقل الى مكان ما، او اثناء الجلوس يعني خارج المنزل، تستغل ذلك الوقت يعني في التحرير على ويكيبيديا. اما يعني من ناحيه التحديات التي يفرضها الهاتف، فمثلا تتمثل في صغر حجم الشاشه، يعني مقارنه طبعا بالحاسوب،
ما قد يصعب مثلا التعامل مع النصوص، خاصة النصوص الطويلة أو المعقدة. وكذلك يعني التعديل على القوالب والأكواد، خاصة أنني أحرر طبعا باستعمال التحرير المصدري. كما أن الكتابة المطولة قد تكون يعني شيئا ما أقل راحة على الهاتف مقارنة بالحاسوب. ومع ذلك يعني أحرص على التكيف مع هذه التحديات من خلال مثلا التركيز على التعديلات السريعة أو مراجعة المقالات التي تحتاج إلى تصحيحات بسيطة، بينما يعني ممكن أترك التعديلات الأكبر أو الأكثر تعقيدا للعمل على الحاسوب حينما يكون ذلك ممكنا. ورغم ذلك يعني أجد نفسي بعد تأجيل العدد من التعديلات الكبيرة للقيام بها على الحاسوب، إلا أنني في النهاية أجد نفسي أقوم بها على الهاتف. أعتقد أن السبب بالدرجة الأولى يعود لاعتيادي على التحرير من خلال هذا الجهاز، حيث أصبح يعني الهاتف هو رفيق الدرب الحقيقي فيما يخص مساهمتي على ويكيبيديا. منه كانت الانطلاقة ومنه كان الوصول إلى 10,000 تعديل. جميل جدا سيد حسام العمل على الهاتف، خصوصا أن الهاتف كما يعلم الجميع هي أداة أو وسيلة نحملها معنا طيلة اليوم ودائما ما تكون بأيدينا، فجميل جدا أن نستغلها في شيء ينفع البشرية عامة. أحييك على هذا المبدأ الذي تعمل عليه. هنا حسام أود أن أسألك، كما قلت في البداية أنه قمت بالقيام بعدة حسابات وتعديلات، تم حذف التعديلات وحذف حساباتك إلى أن تمكنت من التعلم والاستمرارية في الكتابة. هنا أود أن أسألك عن إحساسك أثناء حذف أحد حساباتك أو مقالاتك في البداية، أتحدث عن البداية، كيف كان إحساسك؟ وطبعا الإحساس الذي يأتيك عندما يحذف لك مثلا مقالة أو يحظر لك حساب، يعني قد يشعر الشخص ببعض الإحباط، لكن يعني في النهاية كما قلت ودائما ما أقول أن الإصرار يعني والعزيمة يجعلنك تتجاوز مثل هذه العقبات. وهذه طبعا نصيحتي لكل من يريد أن يتطوع للتحرير على ويكيبيديا، أن يعني حظر الحساب الأول أو حذف المقالة الأولى لك ليست يعني نهاية العالم، أو ليست لا تكون لا يجب أن تكون سببا لأن تتوقف على التحرير في ويكيبيديا. لابد من الاستمرارية، لابد من أن تنسى ذلك الشعور الذي يأتيك دائما بأنك يا للأسف رغم تعديلاتي ورغم ما خسرته من وقتي الشخصي، في النهاية يتم حذف هذه المقالة أو يتم حظر هذا الحساب. يجب أن يتجاوز الشخص ذلك الشعور ويصل يعني إلى شعور يشعر فيه، أو يصل إلى ما يمكن أن نسميه لابد أن أصبح محررا على ويكيبيديا بغض النظر على العقبات التي توضع أمامي، وبغض النظر على يعني وهكذا هي الحياة، ليس في ويكيبيديا فقط. لابد أنك دائما عندما تدخل تجربة جديدة دائما ما تجد عقبات، تقع في أخطاء، يعني تكون هناك يعني شيء خارج عن إرادتك يوقفك، تكون هناك عقبات، لكن دائما لابد من تجاوزها. وطبعا حظر الحساب الأول لم يكن بالنسبة لي يعني نهاية العالم، ولم يكن بالنسبة لي نهاية تجربتي على ويكيبيديا، بل كان ربما سأكون ما زادني إلا إصرارا لأكمل عملي على ويكيبيديا. نعم أكيد، فأحيانا تكون هذه التحديات أو العقبات التي تواجهنا بمثابة دافع يدفعنا إلى الأمام ويدفعنا إلى التطور والغوص في معرفة الذات ومعرفة قوانا الداخلية من أجل الاستمرار والعمل. أنت سيد حسام تسكن في مدينة صغيرة، مدينة صغيرة وجميلة أيضا، هي مدينة إفران. كيف تعرفت على مجموعة
ويكيميديا المغرب، وهل بدأت التعديلات بعد تعرفك على المجموعة أم قبل ذلك؟ بالفعل أستاذة لبنى، أنا أعيش في مدينة إفران وهي مدينة صغيرة لكن جميلة كما قلتي. يمكن أن تكون بالنسبة لي ككاتب هي مكان يساعدني على الإلهام لأكتب كتاباتي، فهي مدينة طبعا جميلة ومعروفة لدى العموم. في البداية يعني كنت لم تكن عندي دراية بوجود ويكيميديين أو مجتمع نشط من المحررين في المغرب، يعني مثلا على غرار مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. كنت أعمل بشكل فردي تماما، أعتمد على نفسي في تعلم السياسات والقواعد، أستمد المعرفة يعني من التجربة الشخصية والخطأ، وكان التواصل مع المجتمع الويكيميدي محدودا. كانت يعني أغلب مساهماتي تتركز على تحرير المقالات التي كنت أشعر بضرورة تحسينها، يعني دون أن يكون لدي مثلا شبكة من المحررين للتفاعل معهم أو طلب المشورة. لكن طبعا بعد انضمامي للمجموعة ووصول تلك يعني الدعوة التي أتتني من الزملاء للانضمام إلى المجموعة، وكان طبعا شرف لي وكانت سعادتي كبيرة بأن أكون يعني عضوا في هذه المجموعة، تغيرت طبعا طريقة عملي بشكل ملحوظ. أصبحت يعني أكثر انفتاحا على التعاون والمشاركة في المشاريع الجماعية، وكان لي طبعا الشرف لقاء بك أستاذة لبنى وبالزملاء الكرام في مؤتمر ويكي كامب وويكي انضبا، ما سمح لي طبعا بالاستفادة كثيرا من التوجيهات والنقاشات مع محررين آخرين. ذلك ساهم بشكل ملحوظ في تحسين جودة مساهمتي وزيادة طبعا فهمي للسياسات بشكل أعمق، كما أن يعني بفضل هذا الانخراط في المجتمع الويكيميدي تولد لدي ما يمكن أن نسميه بإحساس أقوى بالانتماء. أصبحت أنتمي أشعر بأنني أنتمي لمجموعة معينة، وأصبح لدي تقدير أكبر لأهمية العمل الجماعي في بناء محتوى موسوعي غني وموثوق طبعا مدعوم بمصادر. نعم حسام، وأنا أيضا كان لي شرف لقائك بمؤتمر ويكي إنضبا وأيضا بمؤتمر ويكي كامب بإفران. صراحة لقاؤك كان جميلا، خصوصا أنه تعرفنا عليك عن قرب، وأنك تتقن اللغة أو لا تتقن اللهجة المصرية عندما كنا نتحدث فيما بيننا هنا. لا، هذه النقطة كانت لأنني يعني مطالع للروايات التي يكتبها كتاب مصريين، وغالبا ما تكون يعني الحوارات بين الشخصيات تكون باللهجة المصرية. هذا غير طبعا ما هو معروف أن أغلب المغاربة يتابعون المسلسلات والأفلام المصرية، فبالطبع لابد أن يعني تأخذ كلمة من هنا وكلمة من هنا، ومع الوقت يعني تصبح تتقن لهجة، وهي لهجة عربية جميلة، ويعني تقريبا هي أكثر لهجة محبذة في العالم العربي لأنها سهلة تقريبا على كل اللسان العربي. نعم أكيد، هي لهجة محبوبة لدى العرب، خصوصا أنه تأثرنا بالثقافة المصرية من خلال الأفلام والمسلسلات وأيضا الروايات التي قرأناها في صغرنا ولازلنا نقرأها. هنا سيد حسام، هل واجهتك صعوبات في اتباع سياسات ويكيبيديا وإرشاداتها، وكيف تعاملت مع هذه الصعوبات؟ طبعا لابد ان تواجهك في البدايه يعني ان تواجهك يعني صعوبه في اتباع سياسات ويكيبيديا، لانها ليست سياسه سهله على شخص انطلق لتوه في التحرير. لكن طبعا مع الوقت مع الاطلاع على السياسات كان لابد يعني ان نواجه هذه الصعوبات، خاصة يعني أنني بدأت أفهم تفاصيل السياسات المعقدة والتي يعني كانت تتطلب طبعا الالتزام بها أثناء التحرير، مثل معايير المصادر الحيادية وأدوات التحرير، خاصة أنني ألزمت نفسي منذ البداية بالعمل بواسطة التحرير المصدري.
تعاملت من خلال يعني مع هذه الصعوبات من خلال مجموعة من الخطوات. قضيت وقتا طبعا في قراءة الإرشادات المتاحة على ويكيبيديا مثل دليل التحرير، معايير التوثيق، القوانين، طريقة يعني وضع المصادر. هذا ساعدني على فهم السياسات بشكل أفضل. طبعا بعد التعرف كما ذكرت على المجتمع الويكيميدي شاركت في النقاشات وطلبت نصيحة من محررين ذوي خبرة. كانت هذه التفاعلات مفيدة في تلقي الملاحظات والتوجيهات حول كيفية تحسين مساهمتي والامتثال للسياسات. والأهم هو تعلمت الكثير من خلال الممارسة العملية، وهذه يمكن أن تكون هي أكثر شيء ساعدني على فهم سياسة ويكيبيديا وعلى إتقانها. التعامل العملي أو الممارسة التطبيقية والعملية والتعامل مع التعديلات التي تعرضت للمراجعة أو التعديلات التي قمت بها وتم إلغاؤها أو التراجع عنها من قبل محررين آخرين، نقاشي معهم عنها وعن سبب حذفها أو سبب التعديل عليها ساعدني أكثر في تصحيح الأخطاء وتحسين فهمي للسياسات. استفدت كذلك من الفيديوهات المتوفرة على موقع يوتيوب والتي توفرها طبعا قناة ويكيبيديا العربية. ومن خلال هذه طبعا هذه الخطوات أو هذه الاستراتيجيات تمكنت من التغلب على الصعوبات وتحسين قدرتي على التوافق مع سياسات ويكيبيديا، مما ساعدني طبعا على تقديم مساهمات أكثر دقة وأكثر فاعلية. نعم سيد حسام، هنا أود أن أسألك، خصوصا وأنك كما قلنا أنك شاب، ما هي الاقتراحات التي يمكن أن تجلب المزيد من المحررين الشباب لويكيبيديا؟ أقترح يعني مبدئيا تحسيس بأهمية التحرير في ويكيبيديا. التحسيس شيء مهم، لأن هناك يعني كثير من الشباب والمتطوعين الذين لا يعرفون أصلا أن ويكيبيديا هو مكان يعمل فيه بشكل أكبر متطوعين، يظنون أنها حساب أو موقع يعني يشتغل عليه فريق عمل تابع لذلك الموقع وليس متطوعين. لابد من الإشارة لهذه النقطة وتعريف الناس بها. طبعا المتطوعين الجدد لابد أن يعني أن يلتزموا طبعا بالصبر والمثابرة كما قلت من قبل، لأن يعني قد يقولون أنه ويكيبيديا رغم يعني ما توفره من معلومات وما توفره من نصوص، إلا أن يعني تحريرها سيكون صعب، لأنه يعني لو تابعنا المعلومات الموجودة على ويكيبيديا يمكن للشخص في الوهلة الأولى أن يقول أنه ما من كتب هذه المقالات هم خبراء فقط، يعني ويقلل من قدرته، وهذا يعني أمر خاطئ طبعا كما نعرف. والحكمة تقول طبعا رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة، لابد له أن يبدأ بفهم سياسة التحرير والإرشادات لضمان يعني جودة مساهمته، أن يهتم اهتماما شديدا طبعا بالمصادر، لا يتجاهلها أبدا، فهي مفتاحه لأن تصبح لمساهمته تأثير. يبدأ طبعا بتعديلات صغيرة وتدريجيا ينتقل إلى مهام أكثر تعقيدا مثل تحسين وإنشاء المقالات، أن يستفيد من الموارد المتاحة طبعا مثل ورش العمل لتعزيز مهاراته. أنصحه كذلك بأن تكون أن يكون ذلك الويكيميدي الذي يتفاعل مع مجتمع ويكيبيديا ويشارك في النقاشات ويطلب المساعدة عند الحاجة. وهذا يمكن ما من النقاط السلبية التي كانت عندي شخصيا، قد يكون الانطواء على الذات والتعصب لأفكاري من النقاط السلبية التي قمت الحمد لله بتجاوزها، وبتجاوزها تعلمت الكثير في بداياتي. لابد من الانفتاح عن الآخرين وكما نقول لابد من التجربة. نحن يمكن أن يكون يعني من دورنا ك نقول خبراء يعني بكل تواضع، نحن فقط يعني لازلنا كذلك نتعلم وزلنا في البدايات، ولكن يعني كمن له معرفة كبيرة بويكيبيديا لابد أن نحسس بأهمية كما قلت في البداية
أهمية الكتابة على ويكيبيديا والتحرير على ويكيبيديا. نعم سيد حسام، وكإضافة لما قلته فيمكن للمستمعين الأعزاء أن يتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا أن يراسلونا عبر إيميل المجموعة للانضمام إلينا وللاستفادة من الورشات التي يتم تقديمها من أجل المتطوعين الجدد في طريقة الكتابة والبحث أيضا، وأيضا المشاركة في باقي المشاريع التي تديرها مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. سيد حسام، لدي سؤال بخصوص يعني المشاريع الويكيميديا التي تديرها ويكيميديا، هل تفكر في الانخراط في أحد المشاريع أم أنك قد انخرطت في إحداها؟ طبعا طبعا أتمنى دائما وأسعى دائما للمشاركة في مختلف مشاريع ويكيميديا، لكن يعني قد يكون السبب الذي يجعلني يعني من أركز أكثر على التحرير أو أميل أكثر إلى التحرير. كما قلت هو حبي مبدئيا للكتابة، لكن ما يصعب يعني انخراطي أكثر في المشاريع والورش التي تنظمها ويكيبيديا وهو الوقت، الالتزام كما ذكرنا في البداية بمهام يومية أو يعني بأشياء تفرض نفسها عليك في يومك. المشاريع ويكيبيديا تحتاج إلى يعني أن تخصص لها وقت كبير، وإن الانخراط فيها يحتاج يعني حضور مثلا أو أن تكون متابعا وملتزما طبعا بهذه المشاريع لتكون لك فاعلية في المشروع. يعني لو ستنضم إلى المشروع فقط باسمك من الأفضل يعني أن لا تنضم، لابد يعني أن توفر وتخصص وقتا للمشروع لتكون لمساهمتك فيه، ليكون يعني تأثير ويكون مساهمة مفيدة. وأظن أن يعني إن شاء الله لابد أن مستقبلا أن أشارك في مشاريع أكثر وفي يعني مبادرات أكثر على ويكيبيديا، وإن شاء الله يعني تكون لي مساهمة قيمة تفيد كل القراء أو كل المتابعين والمشاركين في ذلك المشروع. إن شاء الله، ولما لا؟ لأنه حقيقة مشاركتك في المشاريع ستكون إضافة نوعية وجد مهمة لمشاريع ويكيميديا. سيد حسام، ما هي الأمور التي تود تغييرها أو تحسينها في مجتمع ويكيبيديا العربية؟ وهل هناك سياسات أو إجراءات تعتقد أنه يجب مراجعتها؟ في مجتمع ويكيبيديا العربية مبدئيا يعني أود أن أرى، قد أقول بعض التغييرات في والتحسينات، مثل توفير مزيد من الموارد التدريبية وورش العمل للمحررين الجدد يمكن أن يساعد في تسريع تعلمهم وتعزيز جودة المساهمات. أود تحسين عمليات المراجعة والتقييم للتعديلات لضمان يعني تحقيق توازن بين السرعة والدقة في تقديم التعديلات. العمل على زيادة التنوع في المحتوى يعني مع التركيز على المواضيع والثقافات غير الممثلة بشكل كافي لضمان تمثيل شامل ومتوازن. طبعا لا يمكن أن نركز على بلد على حساب الآخر، هناك الكثير من الثقافات التي المحتوى حولها قليل جدا في ويكيبيديا، وإحنا نحن نسعى بما يعني بما توفر لدينا من جهد أن نعرف بهذه الثقافات على ويكيبيديا، لأننا كما قلت لابد أن التعريف بهذه الثقافات أو التعريف بثقافة بلد لابد أن يشمل كل البلدان. أسعى أيضا إلى أو أتمنى أيضا في من يعني من التحسينات التي أتمنى أن يتم إضافتها تحسينات أدوات التحرير خاصة بويكيبيديا العربية لتسهيل عملية الكتابة والتنسيق، بما في ذلك يعني تطوير أدوات لإدارة نصوص كبيرة والتعامل مع القوالب المعقدة، خصوصا كما قلت على مستوى الهاتف، لأن مثلا أو أقول يعني ليس في ويكيبيديا بالدرجة الأولى، ولكن في مشاريع أخرى مثلا على سبيل المثال ويكي بيانات، هناك مثلا ممكن أن أشير إلى نقطة مثلا أن الأدوات التعديل في ويكي بيانات لا تنبثق عندما تحرر
عبر الهاتف إلا عندما تحول متصفحك عفوا إلى شكل الحاسوب أو إلى نظام الحاسوب. أتمنى أن يتم تحسين هذه الميزة. كذلك أتمنى تطوير يعني القوالب معقدة، وتتابع يعني أرى أنا بعض القوالب في ويكيبيديا معقدة شيئا ما، لابد من يعني أن نسهلها خاصة على المتطوعين الجدد الذين سيأتون. يمكن أن نوفر ذلك الوقت الذي يعني يضيع وهم يتعرفون على السياسات ويحاولون الإلمام بجميع تلك القوالب المعقدة، أن نوفره لأن يعني أن يتعرفوا على هذه القوالب بسرعة، ما يساعدهم على المرور بسرعة إلى التحرير، ونستفيد أكثر من وقتهم في التحرير. كذلك أتمنى تحسين قنوات النقاش ومراجعة السياسات بشكل دوري يعني لضمان توافقها مع التطورات الحديثة. هناك بعض السياسات التي الموجودة على ويكيبيديا تحتاج إلى تطوير، ومراجعة وتطوير هذه السياسات والإجراءات يمكن أن طبعا يساهم في تحسين تجربة التحرير وزيادة فعالية مجتمع ويكيبيديا العربية. نعم سيد حسام، فيجب أن يتم تطوير مجموعة من الأمور، أهمها يعني أن تكون هنالك سلاسة في التعامل مع ويكيبيديا من عن طريق الهاتف النقال. فكما قلت بعض الأحيان لا يمكننا أن نستعمله إلا إذا قمنا بتحويله إلى الحاسوب. هنا سيد حسام، ككلمة أخيرة، ماذا يمكنك أن تقوله لنا؟ في النهاية طبعا أود أن يكون لمجموعات الويكيميديين تأثير أكبر على ثقافة الفرد في مجتمعاتهم، أن تتجاوز المجموعات دورها في التحرير أو رفع الصور أو ضبط السياسات أو وضع القوالب، أن تكون لفروع ويكيميديا في كل بلد من وطننا العربي مساهمة جذرية في الرفع من الوعي الثقافي للأفراد. وهذا هو ملاحظ صراحة في مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب، رغم أن طبعا شهادتي ستكون مجروحة باعتباري عضوا فيها، إلا أنه فعلا هذه المجموعة تحاول تجاوز دورها التحريري إلى أدوار التحسيس والتثقيف وتنمية الوعي الجماعي بأهمية الثقافة والمعرفة في مجتمعنا، من خلال طبعا مثلا الشراكة التي تجمعنا مثلا مع شبكة القراءة بالمغرب، أو من خلال مبادرة قراءة ويكيبيديا في الفصل ومبادرات أخرى. هذا يظهر حرصنا كمجموعة لجعل الثقافة ما يمكن أن نصوغ له مصطلح بين قوسين بإدمان إيجابي ينتشر بين شباب مجتمعنا. نعم حسام، هنا أود أيضا أن أوجه الشكر الجزيل والكبير لكل الأعضاء الذين يقومون بمجهودات جد مهمة وكبيرة من أجل السير بالمعرفة إلى الأمام. فكما قلت، هنالك مشروع قراءة ويكيبيديا في الفصل، هنالك الشراكات مع شبكة القراءة بالمغرب، وأيضا مشاريع أخرى كالمشروع التوثيقي، مشروع التواصل، والمشروع التقني، وغيرها من المشاريع التي تهدف كلها، ويعني الأعضاء فيما بينهم يشكلون يدا واحدة من أجل الاستمرار في نشر المعرفة. وأيضا كل هذا فهو تطوعي، فشكرا لكل من يساهم في نشر المعرفة، سواء بمجموعتنا أو بالمجموعات الأخريات، لأنه جميع مجموعات حركة ويكيميديا تقوم بمجهودات جبارة وكبيرة من أجل نشر المعرفة. سيد حسام، كنت سعيدة جدا بالحوار معك، وصراحة كان الحوار شيقا وممتعا. شكرا لكل من استمع إلينا ووصل نهاية الحلقة،
كنتم مع الحلقة الثامنة من الموسم الثاني من برنامجكم ويكي بودكاست. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا معنا. نتمنى أن تنضموا إلينا في قادم الحلقات. شاركوا الحلقة مع أصدقائكم، أعطونا آراءكم وتعليقاتكم حول الحلقة. شكرا لكم، ونلقاكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد وموضوع جديد. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.